نهاية السنة يتم التأكد من صلاحية كل المدفأات اللي عندنا على مستوى الرادياتور ولا الأجهزة التدفئة على مستوى كل المدارس. المدارس من المفروض المدارس مع نهاية الدخول المدرسي، أنا مدارية قبل الوصول قبل موسم البرد أو موسم الشتاء نعاود نزيدو نتأكدو منها. اللي عنده كاش بروبلام من دركا يحطها هنا، ما يخليش للآخر دقيقة ومن بعد يتحط لنا مشكل تاع التدفئة. تفضل. ديروا الاحتياج تاعكم وبعثوه للسيده مدير الاداره المحليه. صح حسن الوقت ماشي نخلو حتى لافي. بعثتوا لهم ديجا؟ لا انا كاتبين خاصه. اسرعوا وشوف راه دايره. هذا طلب النقل باش على الاقل نعطوكم ثاني لوطوريزاسيون ولا تدو مباشرة تبداو ديروا التعاقد مع الحافلة النقل. تفضل اخي. شعبات الرياضيات وكون الثانويات باش يكون عندهم فيها رياضيات. البلدية الثانوية البلدية كان ما فيهاش كان موجودة فما فيهاش النقل هذه. فيهاش كاع النقل هذه مش مطروحة كامل. لا بالنسبة لل هذه ما نقولش شعاع في جميع الثانويات. كاين شعاع قليلة الانتشار اللي هي رياضيات الطب الرياضي. كي يدوروا على التلميذ يدوه للثانوية الأقرب ليه اللي فيها شعاع. لكن ما يطلبش نعم. واش من عام؟ تعاود من عام؟